بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تلسوما قبل آية 40 سابة قالتك سورة عنكبوت يتنى سابس يريكوت وكذلك أنزلنا إليك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء يؤمن به من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. جيبو هيبو هيبو أنزلنا إليك المكشوشية غير الكتاب نهي القرآن تمتلو الشوشية ولو تنقلية تممشوشية موسى تممشوشية عيسى نهي كذلك حتى ولا نيتم وبيها كيو جبريل نهيو نكفكش وحي من إنه الله بلا بلا كشوشوا موسى إبابو كشوشوا إبراهيم كشوشوا عيسى ما مشوشوا أنا قبل أن جنة هيبو هيبو نداود مشوشوا زبور نكشوشوا ها وقعوا كذلك هي نليت حتى ما نا يكومبا أنا يجوليكانا كومبا هويو أنا يكوجا كومبا نينو كومبا هايا لازيما نما جدو كتبا الله نا دليل بعد فيك أم تومي صلى الله بعد كشوكيو لجبريل أكمبو إقرأ ما أنا بقارئ إقرأ ما أنا بقارئ إقرأ باسم ربك الذي خلق فكيزة هزيتا أكرودين بيو أنا أمو تعبان كيزة كبير خليجة زملوني زملوني دثروني دثروني الفنكين الفنكين أنا بريدي أكام بيا والله لو كوكوتا بعد كشكو مدزيها أكام بيا مزمك أتكوهينزي كبيزة والله لن يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على النوائب الخير وهنا بهنا سيدي يا مبو يا خيري هنا فنيه بنيه بلا وذي كيش تكون لك بنعم ورقة من نوفر تتمو لزيها لك فيك فصابه يا نايو علم الكتاب نصوم نصائرك تنصر قد لا نصر إن جاتك نصارى ما نجوه ألو بقونا لما مولزيها الفكرة بتاندا كميس موت ما أبوه لكبار نصوم 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 اقرأ معنا بقاري اقرأ معنا بقاري كاون انا تقول يا امبي سوما تسمى مني سيجي كسوما اقرا ما انا بقاري اتا شوشيو امبي سوما تسمى مني سيجي كسوما يا دوتريم كل دقيقه انا قوم اقرا سوما زين بقى كم سوما اقرا باسم ربك الذي خلق عشان يا بس ورقة بس هو يا لو شوشي الناموس الذي جاء بالسماء هو نجبريل لو شوشي قال له وهي موت وقوم تومي نحن أفكا تومي وتتست وتعذيش وانبكا تتفق ذاتك نحن قد يوه كمان تكون حي تبتك يبويل من تكون صورو حي أن يوجد سيما ورقة بن نوفر ورقة بن نوفر كان بها يا ايه وتنفق ذا ومخرجية هم نعم حجاجة نمت نبيت كما هي بها كاكاسا وسلاما وهي وهو الشك الناموس لما تبي كان إنه الناموس اللي جاء بموسى إلى موسى وعيسى يعني جبريل يقول له مش شواحي نهينا تقوم علىني وكذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فيلا فيلا ستوري نا ريبيتي تو موجة بعد موجة فقط كوتي أما أنا أعرف مش من زمان سمعت قصة الأنبياء بل كنت جميل توما جموزي وإن هذه أمتكم أمة واحدة أوت يا أمة موجة وأنا ربكم لا يمولوا إن الدين عند الله الإسلام أصيبه كهيبو هكونا تبقى ما كنت بدعا نالوسر وجاوة تفاوتي نبي تمام يجيل أبدا ساسا نبي يجيل ساسا بسي فالذين أتيناهم الكتابة وليت بابا بيتاو أكين عبد الله بن السلام كتك ما يهودي نا سلمان الفارسي نا أبي بن كعب كتك ما يهودي سلمان الفارسي كتك ما يوسي كتك أبو دموتو فارس هاوتي فارس هونا كتابه لكن تكذبهم مسألة ربوا كتابه كما عبد الله بن السلام وابي بن كعب بن فنم كوبا وكبيه هوا هوا ولو نجوا حقي نهوانا وجهانجا ولا هوانا اخيانا كتك نفس الزاو بالي بالو يكستيوم عبد الله بن السلام انا اقول لكم كم سصر انبيا ميمي نجوا كما ينبتوه لكن قبل كتوا شهادة وهيتم يهود وليزي بن سمالي كوص عبد الله بن السلام يسايت معروف وقال جابنا سماجي كوص عبد الله بن سلام تومي ما هي بهي بهي سيف انظر لزوي كتو نكتك مع علماء ويتنا حبر حبر ويهودي كتكات وني علم كوبا
akaambia akatokeza alikuwa amejificha, akaambia umesikia alikwambia, kwa nini amesema hivyo kuhusu mimi? Basi mimi nakwambia huyu ni mtume haki, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mwongo mzandiko hivi, akatoka kaza. Sijakwambia Rasulullah, kaumu yangu watu wangu hawa Yahudi kaumu buti, watuovu kabisa. Kwa hivyo nasema hawa walioshushwa kitabu, Ubay ibn Ka'b alipokuwa maanake na imani ya sahihi Yahudi kama Abdullah ibn Salam, alikuwa imani yake inafika hadi inaposhuka surat Baina, lam yakun Mwenyezi Mungu anaambia msomee Ubay, iqraha ala Ubay, akamwita ya Ubay ibn Ka'b, ya Ubay abu nani sawa, anamwambia amarani rabbi an uqri'uka hadhihi sura lam yakun, kaniamrisha nikusomee hii lam yakun. Unasemaje ya Rasulullah? Mula wako kakuamrisha nisomee mimi, asamani rabbak au asamani rabbi, amenitaja sa kwa jina? Akaambia naam, kaanza kulia. Na huku nasomea lam yakun lilladhina kafaru min ahli alkitabi, hii sura kwa sababu inamgusa lam yakun lilladhina kafaru min ahli alkitabi almushrikina munfakina hatta taatiyahum albayina, haijawa au ahli alkitabi nam nani mushrikina munfakina hatta, wakuacha mambo yao na kushindana majadiliano mpaka iwajie kitabu baina, iwajie baina, alama dalili Qur'an. Nani rasul min Allah yatlu suhufa mutahara, aje mtume kutoka kwa Allah akiwasomea kurasa zilizokuwa safi kabisa takasika, fiha ndani ya kurasa hizo kutubun, maandishi qayima ya hadhi ya juu kabisa na maneno ya Allah. Baada ya kushuka hapo ndo kabisa kumbe mwarabu wama tafaraka alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina, hajafarikiana na kugombana na kukataa zaidi na kuwa maadui zaidi ila baada ya kuwajia baina iliposhuka Qur'an wakata na wameamrishwa nini ndani yake, wama umiru illa liyabudu Allah, yale yale waliamrishwa kule dini moja na mtume, mitume tunabadilika na nyakati zao na lakini maamrisho yale, sheria kidogo zabadilika lakini ibada na mengine yote yale, wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, dini hiyo iko ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hunafaa wasimili upande huo na huo, nasema katika kufru wa nini wa yuqimu salata wa yutu zakata, khalas wadhika huwa dini al-qayma. Kwa hivyo iko alaka na huyu Ubay ibn Ka'b katika watu katika Mayahudi ambao hata Mtume sasa anaambia ibn Abi Azam aya katika Qur'an, ya Ubay niambie aya iliko adhimu kuliko zote Qur'an. Ya Rasulullah alizamia akaambia Allah wa rasulu a'lam, kama mimi akaambia la bal ta'lam, bal ta'lam bal yunayjua ya Ubay ibn Ka'b, vigogo wa Mayahudi waliosilimu akaambia Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, akampiga kufua akuzidishia ilmu ya aba kuni yake abu nani akaambia naam. Ndio sasa basi hawa ambao waliokuwa vitabu wanaamini moja kwa moja kwa sababu kweli wote wamesoma na nia zao safi, sio wengine wao, kwa hiyo wamefuata yuminuna bihi, sio wa min haulai man yuminu bihi, haulai sasa kundi nyingine, na hawa wengine nao ni washirikina. Hakuna washirikina katika waovu, hakuna wema, wenye uadilifu, wenye wema, wenye sio wenye tabia njema. Hawa kama hawa hawezi kukubali kuona kitu kama hiki wasifuate, wakisikia tu ngine mmoja akisema naam hadha kalamullah, na wanasilimu. Kwa hiyo wanasilimu, wama yajhadu biayatina wala hawakatai. Juhud maanake nini? Kupinga kitu na hali moyo wako unakubali kwamba hii sahihi, lakini unakataa unakataa kwa ajili ya nini? Kwa ajili haziendi sambamba na mapenzi yako na raha zako, itakuvurugia vurugia kila kitu, watumwa wangu ndio itakuwa basi.
استره زنگو بس گله هم تو کو بس زینه تو کو بس دوال هم ما کسی مشهد الله اله الا الله شنو محمد رسول الله مگه یوت کو ببین کبریا کو نہ کوئی دکی چوجو ایتا کو نسا سرم تو مو ولی جو انی ما نشهد الله اله الا الله شنو محمد رسول الله کو مان ہو جسیما kwa sababu ya tukwenda kinyume na nini matakwa yao kinyume na nini kinyume na mapenzi yao kinyume na nini na stare zao na ile jambo hilo kwa hata kikweli ashabu dunia hawakubali abadan. Kwa hivyo hapa hama yajhad yajhad yani wanajua kweli lakini hawataki illa alkafirun wama kunta tatlu ayar binana ne وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ ما كنت يا محمد هو من قبله قبل كتاب هيكي بل وكشوشو قراني ما كنت تتلو هو وكسوما من كتاب اين يوتي كتاب اكو توراتك وانجيلك وزبورك وانيلك وانيلك من كتاب اين يوتي كتاب يوتي كلكو امي هو كسوما. Kwa hivyo unapokuta aya kama hii, wama kunta tatlu min qablihi, kabla hapo hata ikawa wewe papa papa umekuja umeamka sasa hivi miaka 40 papa unaanza kuwafundisha watu, la wallahi, kila mmoja anajua al-ummi nabi al-ummi azim. Kwa hivyo ulikuwa ukisoma ni ulikuwa ukisoma na dalili Mwenyezi Mungu akasema النبي الأمي تتخيب عظيم عم بعد شو شوني القرآن نا ونبسكيا كي قولي كما يوما كنت تتلو ولو قوك سوما من قبله من كتاب أين يوتي كتاب نتلاوة تتلو إليك سكيا وسكيا ukaweza ukaisoma atilawa ma kunta tatlu, hakuna aliyekushukia kabla ya kuja Jibril kukuambia ikra na kuendelea kwa miaka 23 kwa kushukia msafu mzima. Kabla hapo, min kablihi, hujawa ukisoma wala hujasikia chochote, na kuambia wewe mwandazimu, mwandazimu atakuwa mwandazimu na ilhali hishwa yote wamempa kabla, wakamwita sadiq al-amin. Ghafla sadiq al-amin atakuwa mwandazimu. Halafu mwandazimu asema maneno yenye hikma na akili kama hii. Babu wangu alikuwa mchawi. Tayeb, mmesema mchawi, ikiwa mchawi atakuzugeni, atakuwaisheni, mbona nyie hajakuzugeni? Mkakao na mkamwita mchawi. Au sio? Alikuwa mwongo, la haja wa mwongo, unyonye mwita sadiq. Mmesema kweli na mwaminifu. Sawa? طيب مثل ما يقول شعيري طيب ما شعراء وكو جيلي ما مية كو ما ألف وكوينو ملمسكي هذا سك موجة كسي ما تو بيتي موجة كو يبو حجزة وزوتي كان شاعر كو مدازيم كمين ها رفص منون والقلم ما أسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون كو نعمة من زمك ولا سيوه بمجنون أو سيوه ألفني ما أنت بنعمة ربك ممنون إن لك لأجرا غير ممنون وجيرواكم ولقواكم تنتهي سكتك هلف من زمك وقام بيا ونوسي ما يوتي هاي بس من نقوم بيا وإنك لعلى خلق عظيم وكتك خلق هل يجوك بس وهو إكو حجا نهي وكنت بمينه. طيب غفلك أجاك ومشايري أميشي مياك من قبل miaka 40 ameishi umri kamili, au sivyo? Pamoja na nyie miaka 40, ghafla mtu anainukia akawa mshairi, inakuwa hiyo? Akawa mtu genius, inakuwa hiyo?